21 سبتمبر ليس يعني لي أنا كفرد، أما يعني كأسرة كمجتمع يوم شؤم في حياة اليمنيين. وأعتقد أنه هذا اليوم هو اللعنة أو النكبة على اليمنيين بشكل عام، ففيه تشردنا، فيه حوربنا، فيه ارتفع سعر الطماطم إلى البورصة. نكبة لليمن واليمنيين، النكبة السوداء المظلمة على الشعب اليمني الذي ما وجد إلا تشريد للشعب اليمني وقتل للشعب اليمني وتدمير للبنية التحتية لليمن، ورجعت اليمن إلى أكثر من 20 سنة إلى الوراء. 21 سبتمبر يعني لي يوم مصيبة حلت على الشعب اليمني، هي يوم كارثة، يوم نكبة قام بها عصابة ميليشيا لا تجمعهم لا قيم لا أخلاق لا مبادئ، تحت مبرر ثورة وهي نكبة حلت على الشعب اليمني ونتلقى إلى الآن صفعاتها. نكبة للشرعية والشعب اليمني بشكل عام، لكن الثورة هي ثورة 26 سبتمبر المجيدة حق الأبطال والأحرار ضد الإمامة. يذكر اليمنيين بما حصل لآبائهم وأجدادهم من استحقار ونهب وقتل وسحل وإفقار وإعدام للهوية اليمنية من أولها إلى آخرها على مدار 1200 سنة، وهذه الثلة السيئة المتعالية على اليمنيين الساخرة منهم ومن دمائهم ومن أموالهم التي تعتقد يقينا أن اليمنيين كلهم كفرة ولا إسلام إلا لهم أهل السلالة النجسة. يعتبر نكبة ويوم أسود على الشعب اليمني بشكل عام وعلى الأمة العربية بشكل أوسع. 21 سبتمبر بالمنظور الظلامي الكهنوتي يمثل نقطة سوداء في جبين الشعب اليمني بشكل عام، ولابد أن يأتي 26 سبتمبر جديدة لتنهي هذا العبث الحاصل على مستوى الساحة اليمنية بشكل عام.